استهل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء زيارته للمجالس الرمضانية استمرارا لنهج التواصل الذي يحرص عليه سموه خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث قام سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة إلى مجلس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة ومجلس معالي الفريق أول ركن الشيخ عبد راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا سموه الله أن يعيده على مملكة البحرين وهي ترفل بالأمن والأمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن شهر رمضان الفضيل فرصة لتجديد القيم الإنسانية والروحية وتعزيزها لتقوية روابط الأخوة والمحبة والتكاتف، وذلك من خلال المجالس الرمضانية التي تسهم في تنمية العلاقات بين أبناء المجتمع البحريني الواحد وتجسد معنى التكافل الحقيقي نحو بناء وطن قوي مزدهر. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته، والتي تأتي في إطار ما يحرص سموه على تكريسه من تواصل مع كافة أبناء المجتمع البحريني لا سيما في هذا الشهر المبارك عبر زيارات سموه إلى مجالس البحرين في كافة محافظات المملكة.